من السحر والحسد والعين شعرة. النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أخبرنا: تداوي يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. أول حاجة تعملها الحجامة سواء كانت رطبة أو جافة أو منزلقة، تقوية جهاز المناعة. ثاني هام تسليك الأوردة والشرايين الدقيقة للكبير والصغير للنساء. ثالث حاجة تقوية مادة الكورتيزون في الدم على الطريقة الصحيحة الذي يستفاد منها الجسد. رابع حاجة رفع الضغط عن الأعصاب، فالحجامة تعمل عملية تنقية وتظبط الأعصاب حتى يقوم الإنسان بعمره كما يحب. أحبتي في الله، نحن معا لكي نخلص الناس من مخالفات المعالجين بالقرآن. من ضمن هذه المخالفات حينما تأتي إلي فتاة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستر بنات المسلمين، بتقول لي: عم الشيخ إبراهيم أنا عندي 30 سنة أو 37 سنة ولسه ربنا ما قدرش لي بالزواج، أقول لها: عارفين أنت مسحورة؟ لا والله، كما قلت قبل كده ان انا اقعد معاها اسالها اسئله اللي من خلالها اعرف ان ده سحر ولا حسد ولا عين ولا مس، ويكون بعمل الرقيه الشرعيه الصحيحه عن النبي محمد. هو العلاج، هي دي سنه النبي محمد. احبتي في الله، يا من طرقتم كل الابواب ونسيتم باب الله عز وجل، ندعوكم للعلاج بالقران الكريم، ندعوكم لسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول في كتابه الكريم في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني سبب في شفائكم بقدرة الله سبحانه وتعالى. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. تلقي القرآن ثابت عن طريق الرقية الشرعية. ما هي الرقية الشرعية هي اللي بتحدد، هي اللي بتعالج، هي اللي بتعالج الرقية الشرعية. ومعها علاج السحر بأنواعه هنذكرها إن شاء الله، والحسد والعين والمس الشيطان، سواء سحر التفريق، سحر تعطيل الزواج، سحر المرض، سحر المحبة والجاذبية، سحر المرشوش، سحر المأكول، كلها أنواع من أنواع السحر. والحسد والعين والمس الشيطان اللي من خلاله بيتحسن. لا إله إلا هو، لقد عالجت بالحجامة أمراض لا ينام الشخص، وعندما صنع الحجامة كان ينام. ومنهم الشيخ محمد جبريل الله، كان لا ينام من السفر وقراءة القرآن والمعد للقرآن والدعاء. إن الحجامة ليها فوائد في العلاج بالقرآن من السحر والمس ومس القرين كمان. اللهم رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا. نحن مستعدون بفضل الله وبكرم الله للتواصل معكم داخل مصر أو خارج مصر في هذا البرنامج خير دواء. اهديني فلا الشيطان يغويني، من الأشرار يحفظني، فبسم الله يرقيني. اهديني فلا الشيطان يغويني، من الأشرار يحفظني، فبسم الله يرقيني. أنزل من القرآن ما هو شفاء
السحر والحسد والعين شعرة. النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أخبرنا: فداوا يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. أول حاجة تعملها الحجامة سواء كانت رطبة أو جافة أو منزلقة تقوية جهاز المناعة. ثاني هام تسليك الأوردة والشرايين الدقيقة للكبير والصغير للنساء. ثالث حاجة تقوية مادة الكورتيزون في الدم على الطريقة الصحيحة الذي يستفاد منها الجسد. رابع حاجة رفع الضغط عن الأعصاب، فالحجامة تعمل عملية تنقية وتظبط الأعصاب حتى يقوم الإنسان بعمره كما يحب. أحبتي في الله، نحن معا لكي نخلص الناس من مخالفات المعالجين بالقرآن. من ضمن هذه المخالفات حينما تأتي إلي فتاة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستر بنات المسلمين، وتقول لي: عم الشيخ إبراهيم أنا عندي 30 سنة أو 37 سنة ولسه ربنا ما قدرش لي بالزواج، أقول لها عارفين أنت مسحورة؟ لا والله، كما قلت قبل كده ان انا اقعد معاها اسالها اسئله اللي من خلالها اعرف ان ده سحر ولا حسد ولا عين ولا مس، ويكون بعمل الرقيه الشرعيه الصحيحه عن النبي محمد. هو ده العلاج، هي دي سنه النبي محمد. احبتي في الله، يا من طرقتم كل الابواب ونسيتم باب الله عز وجل، ندعوكم للعلاج بالقران الكريم، ندعوكم لسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول في كتابه الكريم في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني سبب في شفائكم بقدرة الله سبحانه وتعالى. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. تلقى القرآن ثابت عن طريق الرقية الشرعية، ما هي الرقية الشرعية هي اللي بتحدد، هي اللي بتعالج، هي اللي بتعالج الرقية الشرعية، ومعها علاج السحر بأنواعه هنذكرها إن شاء الله، والحسد والعين والمس الشيطان، سواء سحر التفريق، سحر تعطيل الزواج، سحر المرض، سحر المحبة والجاذبية، سحر المرشوش، سحر المأكول، كلها أنواع من أنواع السحر، والحسد والعين والمس الشيطان اللي من خلاله بيتحسن. لا إله إلا هو، لقد عالجت بالحجامة أمراض لا ينام الشخص، وعندما صنع الحجامة كان ينام. ومنهم الشيخ محمد جبريل الله، كان لا ينام من السفر وقراءة القرآن والمعد للقرآن والدعاء. إن الحجامة ليها فوائد في العلاج بالقرآن من السحر والمس ومس القرين كمان. اللهم رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا. نحن مستعدون بفضل الله وبكرم الله للتواصل معكم داخل مصر أو خارج مصر في هذا البرنامج خير دواء. اهديني فلا الشيطان يغويني، من الأشرار يحفظني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه تضرعي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي،
يا مكذي في شدتي يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. سبحت باسمك يا الله فإن عجز اللسان عن التسبيح والتحميد لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أمن يرزق النملة السوداء في الليلة الظلماء على الجبل الصماء؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وأشهد أن نبينا وحبيب قلوبنا وتاج رأسنا محمد بن عبد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيب قلوبنا وتاج رأسنا ونور عيوننا أبا القاسم محمد. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذا الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أيها الأحباب في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في برنامج خير دواء، وخير دواء القرآن، فتعالوا بنا أن نفهم ما معنى كلمة القرآن. القرآن الكريم أنزله الله رحمة وتبيانا وشفاء لكل شيء، لكل شيء، لا شيء إلا ويعالجه القرآن. يعني الشيخ إبراهيم، يعني إيه كل شيء بعالجه القرآن؟ هو أنت مقصود السحر والحسد والعين والمس؟ لا، كل شيء. إذا صلحت النية صلح العمل، وإذا صلح القلب بالقرآن صلح التداوي بما أنزل الله بالقرآن. وننزل من القرآن، أنزل الله القرآن تبيانا وضوحا لكل شيء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ذكر الله عز وجل الشفاء قبل الرحمة لما فيها من دلالة. يعني عايز تقول يا شيخ إبراهيم اللي عنده صداع وجاب قرآن قرأ القرآن أو على مية وشربه الصداع هيروح؟ إزاي يا عم الشيخ؟ إذا مس الإيمان شفاف القلوب، هو ده الأمر. القلب، أنت قلبك فين؟ قلبك أنت مع مين؟ بتعمل إيه؟ هل أنت بتحب ربنا؟ بحب ربنا؟ لا يا عم الشيخ إبراهيم، تقول كلام غريب قوي. أنا بحب ربنا، بموت في ربنا كمان. عملت إيه؟ أنت عملت إيه عشان تحب ربنا؟ طيب أنا بحب ربنا، بس هل ربنا بيحبك؟ سألت نفسك السؤال ده؟ سألت نفسك السؤال ده؟ هل ربنا بيحبك؟ هل ربنا بيحبك؟ بدليل إنه نعم عليا ومديني زوجة وعربية وسيارة وأولاد وشغل. ولما تحسبهاش إن هو بيديك النعم دي كلها عشان يمتحنك، عشان يختبرك، عشان لما تقف قدامه عريان، وإن منكم إلا إيه واردها، هنقف قدامه
ليس بينك وبين الله بحجاب، ليس بينك وبين الله بحجاب. تعالى، أنا عشت 50 سنة عملت فيهم إيه؟ حبيتني فيهم؟ اتقيت ربنا فيهم؟ عملت باللي أنا بقول عليه؟ طب نفذت سنة النبي محمد؟ أنا والله كنت بحبك يا رب. أي نعم كنت مقصر في الصلاة، صلاة فرض وعشرة لأ، كنت بقرأ قرآن مرة وعشرة لأ. فين الحب؟ الحب هو الاتباع، الحب هو الاتباع. يا عم الشيخ، الحياة وأسعار الغياء حياة والغلاء، هنعمل ايه ولا هن ايه؟ هقول لك لا، الغلاء من أنفسنا وليس من الحياة. ديك الحياة من أنفسنا مش من الدنيا. لو فكرت مرة تحب ربنا بجد، ربنا هيحبك بجد. وربنا قالها: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وإذا دعاني لأجبته. أبشر. كتاب بيقول لك إيه كمان؟ لو قربت ربنا شبر هيقرب ذراع، ولو قربت ذراع هيجي لك هرولة. بس للأسف إحنا بنحب باللسان مش بالقلب، عشان كده هتلاقي فينا ضغينة وكره وبعد وسحر وحسد وعين. انا ربط الحلقة ديت بالحب لله وبالحب للنبي محمد وبالفعل ما بين الناس. النبي محمد بكى ودمعة الحبيب غالية: يا رب، يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلا الناس بعدت عن القرآن واتجهوا لايه بقى؟ افلام، مسلسلات، اغاني. يقول لك ايه؟ سعل قلبك وسعل ربك يا عم الشيخ، سعل قلبك وسعل ربك. انتوا عارفين ده اتقال ازاي؟ انتوا عارفين حنظلة رضي الله عنه لما ذهب للصديق ابي بكر وقال: الحق يا ابا بكر، انا منافق. ومين اللي بيتكلم؟ حنظلة، صحابي من صحابة رسول الله. قال له: الحق، الحق يا أبا بكر، أنا منافق. قال: لما يا حنظلة؟ قال: حينما نكون مع الحبيب محمد فيتكلم عن الجنة وكأننا نراها رأي عين، ويحدثنا عن النار فكأننا نراها رأي عين، كأن على رؤوسنا الطير. فحينما تركنا الحبيب محمد وذهبنا إلى الأولاد، شغلتنا الدنيا ولعب الأولاد، فقال أبي بكر الصديق: والله إني لأشتكي مما تشتكي منه، تعال بنا نروح للنبي محمد. فرحوا للنبي محمد وقصوا عليه القصة. اسمع رد الحبيب، اسمع رد المصطفى، اسمع طيب القلوب رد عليه، اسمع اللي عينك عمرها ما بكت على ذكر الحبيب محمد. فقال لهم: الدنيا ساعة وساعة، فكان المقصود منها حينما نجلس مع رسول الله نتحدث عن الجنة والنار ونتحدث عن أمر الله عز وجل، فحينما نذهب إلى الأولاد فالأولاد لهم حق والزوجة لها حق فيكم. فالدنيا ساعة وساعة. المقصود على هذه المقدمة أننا نحب الله، فلا بد أن نتبع كتاب الله، لا بد أن نتبع سنة الحبيب محمد، لا بد أن نمشي وراء الحبيب محمد حتى نرى النبي محمد يوم القيامة ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ولكن حينما أرى وأتحدث عن العلاج بالقرآن الكريم وأرى مخالفات يمشي بها بعض المشائخ، أسأل الله أن يهديني ويهديهم، ولكن نسأل الله العفو والعافية عليهم. أنا النهاردة قبل ما اجي عندكم
كان عندي شيخ أسأل الله أن يهديه، هو أفضل مني عند الله، ولكن أن أحسن الظن به، ولكن حينما رأيته يفعل مخالفات تبعد عن الكتاب والسنة قلت له اتق الله. ليه يا عم الشيخ إبراهيم؟ أقول لك بتعالج إزاي؟ يقول لي أنا بقعد المريض قدامي وبخنقه. الله أكبر، والله هذا ما حدث. قلت له بتخنقه ليه؟ يقول لي أصل أنا مقتنع إن الجن جواه. الله أكبر، وأنا سمعتك على الشاشات بتقول إن مفيش جن بيخش الجسد. قلت آه، وكررت الموضوع ده تكرارا وقلت والله لا يدخل الجن داخل الجسد فلا تعاشر منه امرأة. يا جماعة أنا أصيب وأخطئ، أنا مش نبي ونزع عليه سيدنا جبريل، لا، ولكن حينما أتحدث عن الكتاب والسنة أرى رأي النبي محمد، فلا رأي يفوق رأي رسول الله. طب يا عم الشيخ، مع احترامي ليك، احنا سمعنا واحدة بتطلع في التلفزيون اللي من دول بتقول كلام غريب قوي. بتقول ايه؟ بتقول الانسان اللي مصاب، بصوا باللفظ كده، الانسان اللي مصاب وعارف ان هو مصاب ما يقرأش قرآن، ما يصليش نوافل، امال يعمل ايه؟ يقرأ يصلي الفروض بس وما يقرأش الا تبارك الذي بيده الملك. ده انت مين انت دي؟ انت مين عشان تلغي كلام رسول الله؟ وفي الاخر تقول لك ايه بقى؟ هات لي خل وليمون وعصير مش عارف ايه واستحمي بيه. ايه علاقة الخل والليمون والشط؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه الهبل ده؟ ده النبي قال ما زال عبد، ربنا قال ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تيجي انت تلغيني تقولي لي محدش يصلي نوافل؟ ايه ده؟ مين هيشفيني؟ ان كنتش انا هلجأ لله عز وجل وعيط وصلي بالنوافل اقول له يا رب ارفع عني ما انا فيه، تقولي لي ما صليش؟ لا صلي الفروض بس. ده انهي عقل يقول الكلام ده؟ وانهي عقل يقول اخد الكلام ده؟ انهي عقل؟ يا جماعة أنا بقيت أحذر كتير، والله أنا بقول دايما العلاج بالقرآن الكريم، العلاج بالقرآن الكريم، لا بد له من مرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لي يا عم الشيخ إبراهيم أنت دكتور ماشي وعلى راسنا، عامل لي مركز على راسنا، بس وبعدين؟ وبعدين؟ أنت بتعمل إيه يا شيخ إبراهيم؟ بعمل إيه؟ بعمل اللي عمله النبي محمد. مش اول لما حاجه تخش لي اقرا عليها قران، لا، ده جايالي علشان اسمعها فيها ايه، بتشتكي من ايه، الاعراض اللي بتحس بيها، هسال اسئله تخص هذا الامر، ان لقيت فيها مرض بقول لها خد الاسباب الشفاء 1 2 3 4 5، ما فيكيش حاجه اقول لها طب استعملي حاجه واحده فعلها النبي محمد حبه البركه وتطحن ويقرا عليها اي شيء من القران تبخر به المراه ويبخر بها المكان، الحبه السوداء تذهب الهوام لو ما فيهاش مرض، ففيها مرض باخد بالاسباب بقى، تعال اقرا سوره كذا وسوره كذا وسوره كذا وسوره كذا، هتجيلي المره الجايه في المتابعه هناخد اسباب العلاج، وبعد اسباب العلاج شوف التحصين، وبعد التحصين ندور ازاي ترتيب فهم رسول الله. مش هروح عند واحد اهو، انا والله العظيم يعني انا جاي ومكسوف قوي من انا بجيبه كل مره ده، بس فرض علي، انا فرض علي اجيب الكلام ده اهو، ادي كيس اهو يا جماعه بلاستيك زي ما هو اهو، واحده واحده اهو مديها واحد، انا اسف مديله واحده، اتفضلوا يا جماعه اهو، اخرعته من الشاشه اهو قدامكم، ادي الكيس اهو، انتوا عارفين فتحه فين؟ لسه فاتحه حالا دلوقتي. اتفضل يا باشا. ادي هم الفوف مكتوب حروف. اهو. شايفين الحروف ديت؟ طيب. نفتح الحجاب. انتوا عارفين الشيخ قال لها ايه؟ لو فتحت الحجاب ده هتتضري وانا مش مسؤول عنك بعد كده. الحجاب. ايه رايكم بقى في الكلام دوت؟ ها؟ معلش بس المخرج بتاعنا قرب الكاميرا شويه. ايه رايكم؟ ها؟
ايه رايكم في الكلام ده؟ انا مش عارف ايه ده. نفس شيخ من المشايخ اللي بيدي الهبل الكلام ده، ده هبل. عادي الحجاب التاني اهو، اتفضلوا. يا كريم يا رب، الله ما عارف اقول ايه. اتفضل. مش عارف، احنا نقف قدام النبي نقول له ايه؟ المشايخ اللي تدي الكلام ده ورب دقنه اهو، اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا عارفين انا طلع الكلام ده ليه؟ عشان الاخت او الام او الرجل اللي يروح لحد وياخد منه الكلام ده يفتحه قدام الشيخ. انا بقول له هو ما تخافش، افتحه قدام الشيخ، هتتضر، هتموت، هتتشل. انا عاوز اتشل. قولوا كده، لما هتشل هروح للدكتور ابراهيم شهاب يعالجني. اهو. ايه ده بقى؟ ده بقى مش عارف انا. حبة البركة، ايه ده؟ مش فاهم انا. وادي ورقة، ورقة دبلنة وملفوف في حجاب، يعني كلام. نسأل اللهم العفو والعافية. انا بقول يا جماعة اهو، وخاصة اهل الصعيد لهم معزة في قلبي، ولكن انا بقول لكم يا جماعة اهو، اينا والمنيا وصهاج وطمة، كل الكلام ده والمراغة وكلام ده كله، ابعدوا عن هذه الامور. كل هذه الامور ليست بالعلاج بشيء. يا عم الشيخ ده احنا واخدينها عشان بقالي كتير، ربنا ما كرمني بجواج بس حرمني من الانجاب. عملت تحاليل واشعات وحقن مجهري وتلقيح صناعي ومش عارف ايه، ولم يقدر الله لي بالانجاب. الدكاتره نفسهم زهقوا، قالوا معلش روح الشيخ. فتوجهت للشيخ، قرأ عليا القران، لا ده اداني الورقه ديت، حطيها على بطنك واربطيها في ايام التبويض وجوزك يعاشرك. نسأل اللهم العفو والعافيه. يا جماعة، من حرمت من الإنجاب، من حرمت من الإنجاب وما عندهاش أي أسباب طبية أو عندها أسباب طبية وتشتت فيه الأمر، أنا بقول علاجها بالقرآن بس على ضرب الحبيب محمد. طب يا عم الشيخ إبراهيم، إحنا بنسمع برضو الكلام يقول لك إيه؟ أنا قرأت على الأخت ولما قرأت عليها حضر الجن. يا اخي خلق ربنا يا شيخ اللي قلت الكلام ده، اسال الله ان ينتقم منه بعدلك يا اخي. جن مين اللي حضر؟ لو انا جبت المراه تعالي انت في جن حضر عليكي؟ قالت لي والله مش عارفه. طب انت كنت غايبه عن الوعي؟ لا كنت واعيه وشايفه وحاسه وداركه بالامور كلها بس مش قادره اسيطر على نفسي. اقول للشيخ فين الجن اللي عليها؟ يقول اصل جني طياري وهرب. لا والنبي، شفته ازاي؟ يقول لك احساسي. والشيخ بقى الثالث اللي يقول لي ايه؟ خد ترياء. انا عملت كلام مع اخ في التليفون يقول لي ايه؟ انا جايب ترياء وجبت معلقه ترياء على كوبايه لبن وقلبت وشربت. الله اكبر. ايه اللي حصل لك؟ جبت كل اللي في بطني. جبت ايه؟ طب ماشي، ما طبيعي. هات واحد سليم ما عندوش اي مرض واديله معلقه ترياء على كوبايه ميه او كوبايه لبن او كوبايه عصير، هيجيب كل اللي في بطنه. يقول لا ده اغرب ما في الخيال ان لقيت فيه حاجات صفراء وحاجات بني وقعت في الطبق. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، دي ماده، ماده سامه. لما تتفاعل مع الاثنى عشر في المعده من جوه بتؤدي الى امراض. ولا الشيخ رابع، انت عايزه بنتك تتجوز؟ اديني اسمها واسم امها واي ريحه من هدومها. هتعمل ايه؟ اصل انا هقرا من عندي وهتصل بيك اقول لك بنتك فيها ايه؟ يتصل بنتك معاها جن عاشق. يا نهار ابيض. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ الحقنا. لا بنتي تجيلي هكتب على جسمها. ده النبي قال لن يطعن احدكم بمخيطه من حديد في راسه خير له ان يمس امراه لم تحل له. تيجي ازاي؟ هشوف جسمها ازاي يا عم الشيخ؟ يا اللي بتعالج، يا دكتور، قال الله وقال الرسول، هتعمل ايه تاني؟ ولا واحده بقى مطلقه او واحده غضبانه، هما بيصطادوا خلف علمكم، المشايخ اللي بتخاف ما بتخافش من ربنا بيصطادوا. يقول لك انت مطلقه؟ عايز ترجع لجوزك؟ نفسي ومن عينيا. طيب اصل انت معمول لك سحر سفلي ومش هيتفكر الا بطريقه سفليه،
طب نعمل ايه؟ نعمل الحرام. طب يا عم الشيخ هو ينفع؟ يا بنتي ينفع، اصل انا احضر الجن اللي معايا على القرين اللي معاكي والقرين اللي هيسحبه. الله اكبر، هيسحبه ازاي؟ لا ازاي دي بتاعتي انا بقى، تجيني لوحدك. والناس الطيبين الغلابه بيسمعوا الكلام ونسال الله العفو والعافيه. ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه البلاغون اللي احنا فيه ده؟ فين القران؟ فين السنه؟ انتوا فين؟ اين احترام العقل؟ ولا المصيبه الكبرى الشيخ لازم لما يقعد قدام المراه او قدام الراجل لازم يهم ويقرا القران. طب ماشي على راسي. قرات القران؟ اه. ايه اللي حصل لك؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. هوب الجن يحضر. ايه يا عم الشيخ؟ ده الجن حضر. سيبوه ما لكوش دعوه. ويبدا يضرب في المراه، يخلو في المراه، المراه تتعرى، المراه تتكشف، ولا في دماغه قصه. والمراه غلبانه ومسكينه. الشيخ دخلها في القصه وفي الوهم والتوهم وفي الاخر سابها بقى. ما جابتش نتيجه عند الشيخ، راحت لشيخ تاني. الشيخ مش على منهج الشيخ الاولاني، ما جابتش نتيجه راحت عند شيخ تالت. ايه ده؟ هو احنا فين اخر الزمان؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ عشان كده الناس تعبت من القران، ما بقاش عندهم ثقه في حد، لا بقى عندهم ثقه لا في قران ولا في سنه. يقول لك ايه؟ انا اروح للكنيسه افضل يا عم الشيخ. على الاقل يعرف فيها ايه؟ احنا مسؤولين. انا وانت وانتي اللي عارفين القران مسؤولين امام الله عز وجل على واحده جارتك او بنتك مشيت غلط، راحت لشيخ غلط. طب احنا نعرف منين يا عم الشيخ؟ ما انا بهو بقالي سنين بحذر اهو، على جميع القنوات بحذر، قول ابعدوا عن الكلام ده، الكلام ده حرام، اللي يمس جسمك حرام، اللي يديك حجاب حرام، اللي يقول لك ايه يا عم. واغرب ما في الخيال الشيخه الفلانيه ورد الحبيب. الله اكبر. طب انا والنبي عاوز احب، ايه رايكم؟ ايه يا جماعه ايه ده؟ ايه ده؟ ورد المطلقه كلام جميل، اتيان الحبيب في 24 ساعه الله اكبر، اتيان بالرزق. طب انا هقعد في البيت ونفس واحد من دول يبعت لي رزقي؟ لا، ده نفسي يوديني طريق في رزق. لو كان يملك ان ياتي بالنفع لاتى به نفسه. كان قاعد في البيت ولا عملش اعلانات ولا عمل اي حاجه. واغرب ما في الخيال يقول لك ايه؟ انت فين يا عم الشيخ عشان نروح لك؟ ده انا في شرم الشيخ، ده انا في الغردقه. طب احنا عايزين نجي لك. الشيخ موعده من ذهب، ما بعرفش يقابل حد، وقته ثمين. ليه؟ بيعمل ايه؟ بيخترع الذره؟ مش فاهم انا والله. بتعملوا ايه انتوا؟ ماشيين ورا دول ازاي؟ انتوا لو جيت لقيت عندي خطا ما تجريش تاني. انا بقولها اهو، لو جيت لقيت عندي عيب ما تجيليش. لو جيت لقيت بعيد عن الكتاب والسنه ما تجيليش. انا مش معصوم. بس نفسي حد يقعد قدامي يقول لي الكلام اللي انا ده صح ولا غلط. التريقه حرام. حب الملوك حرام. كل هذه الامور حرام. ماشي؟ هو ده اللي انا عاوز اقوله. الطب النفسي، الطب النفسي لما اجي اقعد مع مريض والاقي عنده وسواس قهري او الاقي عنده سمات توحد او توحد، هل له علاج بالقران؟ اه له علاج بالقران يا عم الشيخ. اه له والله العظيم، له مرجع. التوحد وسمات التوحد والوسواس القهري واضطراب الوجداني وانفصام الشخصيه له. اه له. انتوا عارفين ليه؟ لان اللي هقعد اسمعه واقول له اتفضل اروح اهي حلوه اهي، عشان نخرج من مود المشايخ ونخش مع الحبيب محمد ونتكلم. انت فيك ايه؟ بتحس بايه؟ ايه اللي بحلم بيه؟ ايه اللي بمشي بيه؟ طب خد نعمل كذا، طب نمشي على كذا. الراحه النفسيه في العلاج هي اساس الشفاء. مش واحد يمسك لي ميكروفون ويلم خمسه سته وعشره ويقرا قران، اللي تقع تقع واللي تصوت تصوت واللي يعمل يعمل وفي الاخر
اديني جسمك زيت زيتون ومسك. ايه الكلام ده يا جماعه؟ ايه الكلام ده؟ هنروح لحد فين؟ احنا اخرتنا ايه كده؟ يا جماعه قدروا دمع النبي محمد، قدروا دموع النبي لما قال يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. هو فعلا احنا هجرنا القران الا من رحم ربي من الناس، هجرنا القران عشان احنا مش عارفين قيمه القران. يا عم الشيخ انت مصعب الامور على الناس. لا، ده انا مش عارف هموت ولا اعيش. انت مش عارف هتموت ولا تعيشي. الوتر مفاجئ كتر يا ترى، هنام هقوم ولا مش هقوم؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، صح ولا لا؟ مذاكره من النبي ده. ناس الطيبين زمان، اذكر راجل كان يجيب كده كشكول ويكتب النهارده الثلاث الساعه 5 صليت العصر، وبعد ما صليت العصر كدبت، وبعد ما كدبت عملت. يجي اخر الاسبوع يشوف ايام الاسبوع، يشوف كذب كام كذبه. اصل هو صدق مع نفسه قبل ما يصدق مع الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولكن وكانت وصيته لما جه يموت قال لمراته الكشاكيل دي كلها حطيها في قبري. ليه؟ عشان لما وقفت قدام الله عز وجل كان راجل طيب وعلى الفطره، كان راجل طيب وعلى الفطره، بس كان بيحب ربنا، كان خايف من ربنا، كان خايف من القبر، كان خايف من القبر. انا لما نزلت القبر في موت امي اسال الله ان يجعلها مع امهات المؤمنين، لما دخلت القبر وانا بدفن امي بصيت في القبر كده لحظات، قلت هو ده القبر اللي احنا هنخشه، الدود والتراب والعفاره والناس ميته وعظم. ايه ده؟ انا كنت خارج من القبر بعد ما دفنت امي، انا سايب امي ازاي كده؟ هسيبها ازاي في القبر وهمشي؟ هسيبها ازاي في الظلمات دي؟ ولكن ينور الله القبور بالاعمال. الله عز وجل ينور القبر بالعمل. فاعمل يا ابن ادم ان القبر لآت. في ختام هذه الحلقه اقولها اليكم رساله مني اليكم، توبوا الى الله واستغفروه وعودوا الى الكتاب والسنه، واعلموا ان شفاء هذه الامه فيما انزله الله رحمه الينا وفيما بلغنا النبي محمد شفاء لنا. فداووا يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء الا وله دواء، استودعكم الله الذي لا تضيع امانته، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فلا الشيطان يغويني من الاشرار يحفظني، فبسم الله يرقيني يهديني. فلا الشيطان يغويني من الاشرار يحفظني.